ابو مشرف سامع الشباب تخدير ما بدهم، يقول لك احنا مش مروحين، تخدير ما بدنا كالعادة، ابر تخدير بدنا نعمل ونسوي، هيهم احنا مش ماينين. مدير الهيئة قديش عمره؟ 60؟ خلينا نقعد في البيت. 65 سنة. ليش احنا على 60 نقعد وهو عمره صار 70 سنة وبعده شغال؟ ليش؟ خايفين عليكم، خلص ريحوكم العمر كله. يا عمي احنا زي ما قال لورنس نقعد في البيوت سكري وضغط. هذا هو ما بزبط. هو قديش عمره؟ قديش عمر رئيس الوزراء؟ قديش عمره أصغر وزير في الحكومة؟ أصغر وزير في الحكومة قديش عمره؟ فوق 65. طيب. بس. ألف كابتن شغالين ما بدفعوا رسوم. عمو يعني احنا نفس الايدي بس يعني ماشي احنا 24 واحد